وياي، ما تعطيني مثل وما تقول لي قصة تخسر. شنو يعني مثلا؟ يعني شنو يعني مثل؟ يعني قصدي مثل شنو يعطيك؟ يا مثل يعني شنو؟ ما اعرف. ما تعرف؟ اي انا قلت لك يعني موهبتي يعني اغني لك او شيء. انت تغني لي؟ شو تغني؟ اي شيء يعني تريد. اصبر لي اصبر لي. اقول لك يا شنتي واسمع يا جارتي. اقول لك يا شنتي الكنة يعني واسمع يا جارتي. لا هي مو هيك. يا شنتي واسمع يا جارتي. لا هي مو هيك. مو هذا المثل اصلا. هذا حورتي انت اقول لك هي. اي حورنا. مو هذا المثل. لا مو هذا. ها بين حانه ومانه ضاعت لحياني. حلو. قل لي قصه هذا المثل. قصه المثل انه اكو رجل متزوج اثنين نسوان. ايه. واحدة كبيرة واحدة صغيرة. فكان يروح على الصغيرة، فدائما الصغيرة حتى تريد يعيش بمستواها تقول لها اكو لحيتك بشيب، اكو بلحيتك شيب. فتنتف الشعراية اللي بيها شيب ويروح. بعدين من يرجع ثاني يوم على المرة الكبيرة تقول لها هاي ليش اكو هاي لحيتك هاي كلها مشيبة، حرامات هاي بيها سودة تقلل من عمرك. فتنتف لحية اللي سودة اللي ما بيها ما مشيبة. فظل على هالحالة إلى أن نص لحيته طارت. فقال المثل فبالسوق قال المثل قدام الناس قالوا له وين لحيتك وين راحت؟ قال لهم والله بين حانة ومانة اللي ضاعت لحيانة. إيه اللي واحدة اسمها حانة واللي خمانة ضاعت لحيانة. أكو مثل يقول ينام ويا الذيب يصح ويا الغنم ينام ويا الذيب. يعني على الخديعة والخيانة بين الزملاء والأصدقاء اللي بيناتهم ثقة. شخص واحد يعني فقصته انه يسرح ويا الغنم ويلام ويا الذيب. حلو. تعال عم بيعطيني هدايا. هاي الانفات من حورت المثل اللي جبت لي اياه. اعطيني عطر. اعطيني عطر. وراح اعطيكم هديه ثالثه تكون انتم جايين اصدقاء. زين. هاي اول شيء هديه لك تستاهل. واعطيني مثلجات جيلاتو. منو الكبير مالتكم؟ بيكم. ها هي هم تبقى لك تروحون مثلجات جيلات وتاخذهم تروحون تاكلون شيء طيب تستاهلون وحياكم الله. الله حياكم.